مع اقتراب موسم الصيف أكيد الاهتمام كله بينصب على عملية تنحيف الجسم وتظبيط الجسم، خصوصا عند السيدات. رح نحكي انهياري أكثر بتبلش السبور والدايت، رح نحكي أكثر مع المعالجة الفيزيائية ريتا ظاهر. أهلا وسهلا فيك ريتا. بونجور ريتا، أهلا فيكم، ميرسي. هلا رجع شغلك هلا من أول وجديد عم يتنشط. مظبوط، هن ديجا كانوا عم يحضروا حالهم بس هلا بيركضوا، لأنه منبلش نلبس أراق، منبلش نلبس صيفي، بلش نلبس مايو وكتير بيناسبك هالموسم. طبعا ببلشوا اكيد ما نقول بالاول انه بتبقى الرياضه والدايت هن الاساس. مزبوط. بس اكيد في عمليات بترافق هالنوع الاكل او نوع نمط الحياه اللي منعيشه اللي هو مفترض يكون صحي. صحيح. اكثر شيء فعال ممكن نلجا له هلا يعطينا ما بعرف نتيجه منيحه بوقت قصير بثلاث ايام. لا صحيح، هو كل شيء عجيبه اللي بدك. عجيبه، اوكي سوري عم بقول. لا هلا صحيح، اجت الصيفيه وبلش يركضوا والرقيق والبرونزاج وهيك، نحن مثل ما قلتي كثير بنركز دايت وسبور، بس السبور والدايت هن وحدهم ما بيعملوا لك جسمك مثل ما انت بدك، لانه كل شيء بيشتغل، يعني السبور بيشتغل على العضل، الدايت بيشتغل تتضعفي، بس مشان شيب الجسم مضطرين يعملوا شيء لوكال على المحل يلي عندهم فيه مشكله، يلي بيكون طلع لهم بعد الشتويه، بعد الاكل يلي بيكون بعد شوي العيد. دسم، بعد الاشياء اللي بتدفي على السقعه بيضطروا بياكلوا شوكولا هيك، فبيطلع لهم بمطارح معينه بيضعفوا شك بالدايت، بس بضل يقولوا لك عندك بهون عندي هون، بضل طلع لهم محلات بنسميه الدهن العنيد يلي ما بيروح ولا بالسبور ولا بالرجيم. هيدا هو هدفنا وقتها بتتوجه السيده لعنا، لازم ينعمل لها فحص دقيق لجسمها تنشوف نوعيه الجلده، السيلوليت، الدهون، كله حسب شو عندها بينعمل لها علاجات، بينعمل لها راديو فريكونس مع انفراريد مع فاكيوم، اشياء بتضاعف بالشكل مش بالوزن، لانه هيدا الهدف. طيب طبعا لكل منطقه او لكل نوع جلد او لكل سيده في ماشين معينه. قديش السيدات والناس بشكل عام هلا عن جد عندهم ثقه بهالوسائل؟ مزبوط. هلا هو صحيح وقتها بيتوجهوا لازم يتاكدوا من نوع الماشين واسمها، واذا اخذ من الاف دي اي او الايزو والسي اي او، يعني كله لازم يكون مكانات طبيه تنحيفيه، ما تكون مكانات بس قالوا لهم هيدي بتضاعف يروحوا يعملوها، لانه كثير بفوتوا بهالمتاهه وبيجوا بيقولوا لنا عملنا وما استفدنا. مزبوط ريتا، كثير بنسمعها هالجمله. صحيح. انه ايه حطينا مصاري وضلينا مدري كم شهر ورايحين جايين رايحين جايين. صحيح. بس ما استفدنا. صحيح. هيدا هيدا اهم شيء الدياجنوستيك، وقتها بتجي بينعمل لها الفحص الدقيق بقول لها عندك 60% دهن، بتتحسني 60%، بتتحسني 90%، بتتحسني 30%، لازم من الاول يكونوا صادقين معهم، مش بالاخر تجي تقول لك انت قلتي لي رح تعمليني مانوكا وعجيبه وبعدني مثل مني او ضعفت شوي، يعني انا ممكن اقول لها بتضعفي من جهه البطن 30%، هي عليها تقرر، مش بدي اقول لها 90% وضعفها 30%. بس الجلسات لازم يبقوا مستمرين؟ هي بينعمل هول العلاجات اللي عم نحكي عنهم بينعملوا مثل كير بين 14 ل 20، بيتبلشوا مرتين بالجمعه. 20 جلسه؟ نعم. اوكي. بيتبلشوا مرتين بالجمعه بس بعدين بيصيروا مره، هن بيشتغلوا على الحماوه من جوا لبرا. وقتها يخلصوا؟ وقتها يخلصوا بيعملوا مينتنانس، بيحافظوا عليه مثل كل شيء بدك تحافظي عليه، واذا بقي وزنهم وضعفتهم مثل كل شيء. اذا عملت سبور مجبورين يعملوا المينتنانس، لانه باوروبا وبامريكا بمضوكي على ورقه انه انت اذا عملت هذا العلاج ما فيك تفلي بعد سنه تقولي انا رجعت مثل قبل، بدك تعملي المينتنانس اللي هي مره بالشهر. الصوره اللي عم نشوفها هن عن الدهون، لان نحن وقت نضعف وقية الدهن بنعرف هالقد، وقية اللحم هالقد، يعني وقت تروحي عند تضعفي بالشكل هو هيدا الهدف، يعني اوقات بتقولي ضعفانه كيلو بتقولي هي مبين اكثر من كيلو، لان بيكون ضعفانين صح. هيدا هو شيب الجسم اللي هو اللي بهم للمراه. ما حدا بيزينك اذا انت حدا قال لك 60 وهي باينه 70، احسن تكون مبينه 70 بس هي 60 اصلا. طبعا بتلاقوا نتيجه منيحه عند اكيد رح تقولي لي ايه، مجربه هالتقنيات عليك؟ لا اكيد كل شيء مجبورين نجربه علينا. أوكي. حيالله تقنيه مجبورين نجربها ونتاكد اذا منيحه او لا، حتى في تقنيات ومكانات كثير غاليه. في شيء مثلا بتلاقيه مش كثير فعال ما بتستعمليه بقى؟ ما هي قبل ما نشتريه بنجربه. يعني نعمل علاج وقتها نعرف نحس شو انا مضطره اجرب تعرف حس، فسر لك شو بتحسي،
بالحماوه بالسخن بالمسقع عرفتي لازم تعرف بدي اجربه على حالي هيدي مجبورين. طيب ريتا نحن عم نحكي عن شيب معين السيدة عبالة تضعف أو حتى كمان الرجال بأوقات كثيرة، بس نحن كمان ما فينا ننسى أنه التعرض للشمس بيخلي البشرة تصير جافة قاسية بكثير من الأوقات. صحيح. في شيء لازم نتحضر له قبل ما نبلش نعمل برونزاج؟ أكيد للبشرة كمان لازم يكون في إدراتاسيون قد ما فيهم ترطيب، لأنه أنت حتى سفنجة بالشمس لو كانت جديدة بتنشف وبتطقطق والجلد بتعمل هيك، لو كانت السفنجة قديمة وعطول مرطبة بالماء بتبقى بتحسيها أجدد. هون عم نشوف كمان بنعمل دول مونتون. شو بيصير هون بأي نوع؟ الراديو فريكونس يلي بيشد وبيدوب. هي الفكرة بهول العلاجات الجديد أنه أنت وين عم تفضى الجلد من الدهن بذات الوقت عم بتشد، لانه هو اللي عندك بالانستيتيوت. نعم. المدام نعم بالكلينيك. نعم اوكي، لانه عم نشوف كمان عمليات جراحيه يمكن اوقات عم بتكون مش كثير ناجحه وعم يرجعوا يلتجوا لعنا تيصلحوا ويدوبوا ويملسوا، يعني مضطرين، يعني ما فيهم عم يستغنوا عن هالعلاجات اللوكال. نحن بنعرف كمان انه حتى الجسم وقت يضعف بصير في ترهل بالجلده، هذا كمان صار له علاج. صحيح صحيح، هذا العلاج طبعا كمان ماشين بال 3 دي ليزر والكولد ليزر، هن بيشدوا الجلد 60% اكثر من حيلا ماشينات ثانيه. يعني تكنيك جديده نازله. بتعرفي بنسمع كثير انه اذا حدا بده يعرف مزبوط العمر الحقيقي بيطلع بالرقبه، لانه الرقبه ما فينا نجملها بتغش. هون عم نشوف انه لا في يمكن حصلت حبيبتي ما بقى حدا يقدر يعرف عمري ابدا. لا صار في لا ايدين لا رقبه ماشي، لانه هو العلاجات بتشغل الكولاجين، لما بيشتغل الكولاجين بيرجع بيربى، بيكون كان نايم او شوي ميت بترجع بتوعيه. طيب حسب نوع الجلدة وحسب نوع الدهن وحسب نوع البشرة كل سيدة بتخضع لماشين معينة. مزبوط. والنتيجة مشان هيك يمكن بتفرق بين سيدة والتانية. صحيح. وفي مثلا الماشينات اللي هلأ عم نستعملهم أكتر هن كذا ماشين بفرد ماشين، يا بتعلي الحرارة يا أما بتوطي الحرارة بتزيد الـ 3D ليزر حسب كل سيدة. أوكي ريتا ظاهر، ريتا حرب ظاهر، نحن بنشكر حضورك معنا، بتمنى لك صيفيه حافله بالمواعيد على امل انه كل السيدات عن جد ينالوا مبتغيهم. اهلا وسهلا فيك، بنشكر حضورك معنا. كلكم صوت، ثانك يو. متابعين معكم وبمحاوله لابراز مشهد الجمال والطبيعه يلي ميز لبنان خاصه بفصل الربيع، نظمت شركه سوليدار مهرجان اسواق الازهار اللبنانيه باسواق بيروت، وكل التفاصيل مع زميلتنا باميلا نبهان. صراحة بيروح عليكم كتير إذا ما بتجوا على بيروت، يعني بين السهر وبين الأكل وبين الظهرات والناس الطيبة، يعني عم بيروح عليكم، ما تتأخروا عجلوا ونحن هون ناطرينكم. دعوة من القلب لقلب كل اللبنانيين المغتربين والأجانب، وجهها هالمواطن لكل الناس خصوصا اليوم مع بداية فصل الربيع وعلى مقربة من فصل الصيف، فرجعت المدينة تعج بالحياة بعد أكثر من العادة خصوصا بأسواق بيروت، حيث عجت شوارع الأسواق بالناس برواد المحلات التجارية للسينمات لمعرض الزهور والورد. زهر يا صيف وغني غني مواعيد، جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. زهر يا صيف غني غني مواعيد، جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. زهر يا صيف وغني غني مواعيد، جيب لي من لون خدودة نغمات العيد. Oh, I love Beirut. I love Beirut. We were just talking about the opera and how beautiful that could be. I hope that something really nice comes there. Beirut souks is just fabulous. But my heart is in Hamra. My heart will always be in Hamra. You need several lifetimes to eat all the good food in Beirut. That's probably my favorite part, and the people are lovely, like my friends here. بالنسبة لنا هذا قلب البلد، فنحن دائما بقلب البلد إن كان عم نجي نتعشى نتغدى نشتري أغراضنا وهوني. فلا بالنسبة لنا دائما عايشي. هلا بلش الربيع وفي معرض للورد ببيروت سوكس كتير حلو. جايين نحضر سينما. أول شيء جينا ناكل، بعدين جينا أنا نحضر موفي. أجواء كتير حلوة كالعادة يعني. ومبسوطين، جو حلو وولاد وفاميلي. جايين نحضر لوغان،
انا ورفقاتي. انه هون كثير حلو ودائما بنتمشى وبنتسلى كثير، وهون كان في يعني المعرض الورد كثير حلو. كل شيء منيح والحركه حلوه، وحضرنا بيوتي اند ذا بيس. طفلك وردي حمراء يا اهلا وسهلا بهالعيد، لعيونك يا الصبرا لك طفلت الورد اثنين. طفلك وردي حمراء يا اهلا وسهلا بهالعيد، لعيونك يا الصبرا لك طفلت الورد اثنين. أيضا ومن جديد استقبلت أسواق بيروت فصل الربيع مع معرض الورد بمبادرة من شركة سوليدار، فعجت بالألوان الجميلة وكل أنواع الزهور المبشرة بموسم حلو، على أمل أنه يكون هالموسم وافتتاح المعرض بادرة خير على الجميع. نحن تاني سنة عم نعرض ورد وشطول ببيروت بأسواق بيروت، وهذه تاني سنة تشكر سوليدار صراحة على تشجيع منا. أنا تاتا وعم جيب لأولاد أولادي لأولاد بنتي عم جيب لهم ورد لأنه أحلى شيء الورد. كتير حلو، ألوان في كل مكان، أخضر وجميل جميل. زراعة البلكونات والفرح ولا، وفي كتير أشكال حلوة. هاي بيسموها الأي داند، هاي كلها بتونيا، وهي الألوان تشكيلة الألوان والورد. حلو الزهور وحلو كل سيزن يكون في إيفنت حلو كتير. I feel the flowers are really nice and it's a beautiful weather here. Spring time and I'm fashion designer so I love flowers so مش هيك. I'm spending some time here. دايما بيجي بشتري ورد وبحضر أصحابي. أحلى شيء الورد بالحياة أصلاً. كتير حلوين إجمالا وربيع كتير حلو لأن في ورد. يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي فحبيبك منتظر. يا عاشقة الورد. وصلنا لختام الحلقة وبقي بس تقرير رياضي. بكرة أكيد حلقة جديدة على 7:30. باي باي. بمشاركة 7099 عداء وعداء نظمت جمعية بيروت ماراثون سباق بنك ماد للشباب بنسخته الثالثة تحت شعار لأنه بيركض للوطن اركض له، وذلك في منطقة دبي. وعلى الرغم أجواء الطقس الماطر فقد أجت أجواء السباق حماسية وواكب الفعاليات حشد من الشخصيات مثلوا قطاعات عسكرية وأمنية وبلدية ورياضية، وبالإضافة إلى ممثل عن بنك ماد السيد فادي فليحان. وقد اشتمل السباق على مسافات 4 للركض، 2 كيلومتر تنافسي، 2 كيلومتر لذوي الاحتياجات الخاصة، و5 كيلومتر تنافسي، و5 كيلومتر للمرح. وقد أطلقت شارات هذه السباقات من قبل رئيس جمعية بيروت ماراثون ميل خليل محاطة بالشخصيات الرسمية، فيما عزفت موسيقى الجيش اللبناني معزوفات حماسية، وكانت أجواء فولكلورية لبعض الفرق قبل حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات، وذلك على النحو التالي. بسباق 2 كيلومتر للذكور، فداء أبو خزام حل بالمركز الأول، سولومون ديغلا هايمونوست من أثيوبيا بالمركز الثاني، وبلال نعمان للمركز الثالث. سباق 2 كيلومتر إناث، مي مصطفى بالمركز الأول، إثراء عز الدين ثاني، زينب فرغود ثالثة. ب 5 كيلومتر ذكور، كفاح محمد كان بالمركز الأول وحصل على جائزة تقديرية حملت شعار تحية لأرواح شهداء الجيش اللبناني. بالمركز الثاني إجا المنتصر حمية وجاد شميساني بالمركز الثالث. بخمسة كيلومتر إناث حلت أولى فرح تيار ونالت جائزة ميلاني فريحة التقديرية. بالمركز الثاني لينا جعفر، أما الثالثة فكانت ميشيل بعيد. الأنصار سيلعب في المباراة النهائية أمام الصفا والذي أطاح بالنجم حامل اللقب بعد تغلب عليه 4-1، علما أن الأنصار فاز بهذا اللقب 13 مرة وهو رقم قياسي. وبالعودة إلى أجواء المباراة، تقدم العهد بهدف في دقيقة 18 سجله نور منصور بضربة رأسية بعد كرة كان عم يمررها علي حديد، وأدرك البديل محمود كجوك التعادل للأنصار بضربة رأسية أيضا، ولكن قبل دقائق من النهاية وبعد تمريرة كانت عرضية من نصار نصار الظهير الأيمن، ولجأ الفريقين من بعدها إلى وقت إضافي. الشوط الأول الإضافي لم تتبدل فيه النتيجة.